انا بطالب الشباب اللي موجودين هون هلا ان شاء الله بس يسمعونا بالاعاده تبعيتكم، يعني بدنا اياهم يزحفوا على كل المدن السوريه. هالموضوع هذا اللي عاملينه بدنا اياه بكل المدن السوريه، وخاصه عند اخواننا الهنود الحمر اللي انا ذكرتهم بحما. الشباب اللي استابوا بدنا السفير الامريكاني هذا ابو تيشيرت مقلعط هذا ينزل بيناتهم لهدول لشوف شو بيصير له. مو كان بده يتجول على اساس بالوطن؟ ينزل يتجول بيناتهم ويقول لهم انا سفير امريكا يعني عندكم، ورجينا شو بده يصير فيه. بركي ان شاء الله ان شاء الله بيعملوا شي صاروخ ناري وبيطلقوه بالفضاء. يعني يا ريته يكون قاعد هلا بقلب سفارته او بقلب بيته وعم بيتفرج على المنظر. هلا عم يشوف اكيد. لا لا انا بعتقد انه هلا ما تاخذني بالكلمه لا انت ولا المستمعين، اكيد اكيد اجاله اسهال من المنظر هلا، يعني عامل على حاله لانه هو كان فهمان قصه. هلا قدامه المنظر حقيقي، بس اذا كان هو رجال مثل ما بيدعوا الامريكان ومثل ما هو يعني ما كان خايف ابدا واخترق الحواجز الامنيه، ما ينزل على الساحه يحضر القصه. وانا باخده معي، يعني اذا بده بسلمه للشباب، يعني يمكن ناقصهم سندويشات فما في مشكله ناخده معنا.